إذا قيل له آمن كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نحن من طبقة تانية، نحن طريقة تانية، نحن بدنا نتعامل، إذا بتعاملونا بالدين بطريقة تانية ممكن نفكر، أما هؤلاء الناس سفهاء، قليل سفيهو الأحلام، بعيدو التفكير، قليلو التفكير، نحن لا نرضى أن نكون مثلهم. بزمانات المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ترى نحن منؤمن لك بس ما تقعدنا مع هدوني بلال وطلحة وسعيد هدول ناس يعني أخي هدول من عامة الناس من سفهاء الناس نحن بدك يعني نؤمن بس نحن إذا ما حد تعملنا شيء خاص لنا لأنه إحنا إلنا مستوى غير هؤلاء السفهاء أم الله عز وجل قال ألا إنهم هم السفهاء السفيه من يعصي الله المجنون من يعصي الله قليل العقل من يترك أوامر الله عز وجل يا أخي من أعلم أنت لما الله عز وجل عجيب عجيب أن يأتي إنسان يريد أن يخطئ القرآن الكريم يخطئ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يخطئ أحكام الشريعة يا أخي بالخطبة لما بده يخطب رجل امرأة بالخطبها قبل كتب الكتاب ما بيصير أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ما بيصير يعدوا سوا ويتصوروا سوا ويتعانقوا مع بعضهم ونعمل حفلة خطبة ونعزم الناس وناخد لهم صور مع بعضهم وبيحملها وبياخد له صورة هو وحاملها يا أخي ما بيجوز في الخطبة لسه ما كتبنا الكتاب هذه فتاة غريبة عنها قال أخي بس لبس الخاتم أخي بس أرينا الفاتحة في الشريعة الإسلامية المخطوبة أجنبية عن خاطبها إلى أن نكتب الكتاب هيك بنسميه بالعام نعقد العقد يعني بس نعقد العقد صار زوجته يحملها إذا كان أبو ضايبة عنده 50 سنة يتحمل إيه لما منقول له حملها ما عاد يحملها طيب المهم ما بيجوز في الشريعة يا أخوان في الخطبة لا واحد يحمل وحدة مخطوبته يعني ولا يجي عانة أو يتصوروا سوا لأنه ما زال أجنبيا عنها بيجي بيقول لك لا لا هذا يعني أنتوا بطريقتكم بس لا هلأ شوف يا أخي شوف الأوروبيين كيف لك شوف الفرنسيين بالله بتشوفهم شلون يا لطيف شو بيحبوا بعضهم اسأل النساء الفرنسيات قديش بيحبون أزواجهم في أمريكا في كل 4 ثواني تضرب امرأة حتى التحطيم حط خط بالله تحت حتى التحطيم وين الحب وين الحمل وين التصوير كله كذب للاعتداء على أعراض النساء كله كذب للإساءة إلى هؤلاء النساء ثم يأتون ليقولون والله حقوق مرأة وتحرير مرأة تحرير مرأة من إيش؟ تحريرها من الانضباط بشرع الله عز وجل إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء لماذا الشريعة لا ترضى قبل العقد؟ أنه يجي يحط إيده على رأسها ويحملها ويطلعوا سوا ليش؟ هذا لمصلحة الفتاة ولمصلحة الشاب لأنه يا أخوان هذه الشريعة تشريع متكامل الواحد اللي بيخطب امرأة الخطبة بالتعريف هي وعد بالزواج ليست زواجا بس نكتب الكتاب بس هلأ صار زواج قبل العقد الرجل والفتاة في حل من أمرهما يعني هو خطب اليوم بعد جمعتين شافهم ومناسبة السلام عليكم وعليكم السلام لا إلنا شيء معه ولا إله شيء معنا هي رأته بعد 2-3 أسابيع مو مناسب بيقولوا له والله يا ابني ما لك نصيب عنا الله يبعث لك أحسن من بنتنا لا إله شيء عنا ولا إلنا شيء عنده طيب إذا كان متصور مع بناتنا وأخذ الصور وفي صور خاصة كتير وهلأ حمل حاله وراح شو صار بالصور أين نشرت هذه الصور على من وزعت هذه الصور وسيئة للفتاة بعدين هاي البنت لما عملنا لها حفلة الخطوبة دريوا كل العيلة انه فلانة مخطوبة حدث بعد 2 شهر فسخت الخطبة دريت العيلة كلها والله فسخت الخطبة خير ان شاء الله ردنا خطبة مرة تانية رد 2 شهر فسخت الخطبة دريت كل العيلة فلانة انخطبت وانفسخت خطبة المرة الثالثة لما بدأت تنخطب امه للخاطب الجديد تقول له لك يا ابني هاي خطبت 2 مرات وقلبوا ابصر معناتها البنت يمكن فيها شيء دير بالك بلا لك ياها فنحن منكون أسأنا لهذه البنت بهذه الحفلة اللي ساويناها وأسأنا لهذه البنت بهذه الصور التي أخذت لها وأسأنا لهذه البنت وحتى أسأنا للشاب لأنه صوره مقترنة بها بكرة بيخطب واحدة تانية
تجي الأولانية من أجل أن يعني تقطع ما بينه وبين زوجته، بتبعث له الصورة تقول له شوفي هذا اللي عم بيقول لك هو زوجك، هذا هيك كان. لذلك الشريعة متكاملة، ويلي ما بده يستجيب للشريعة الله عز وجل قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.